السلام عليكم. مرحبا بكم معايا اليوم السيدي نزولا على طلب جميع من الاصدقاء. اليوم غندير لكم من بدايه حتى النهايه كيفاش نصيد هذا السدان. يلا المهم دابا حنا وجدنا نوجدوا الرجلين على كف السداري. هادو سته ديال 12 الرجلين، كاين جوج سداده، كل سداري عنده سته. نوريكم كيفاش غادي نصيبوهم ومن بعد نقول لكم كل حاجه فين غتمشي. هذه هي علاش يوقفوا هذوك العويدات، نتوما عارفين الداري تيجيو فيه اربعه ديال العوال، هادو هما اللي غيجيو من تحت، تيكونوا ثلاثه من هادو، كل واحد فيه جوج ديال الرجل. انا دابا نستعمل بعد اللي ما بغاش يستعمل الكانت يستحل يستعمل فيس، يقدر يدير الفيس ميكشور شي بريك هو هذاك. انا غير باش كان غير باش يشد لي العبار مزيان، تجيبو هذا بحال هكا يكون رقيق، نديرو ليه سكوتش. نديرو السكوتش على حساب الطول ديال الفيس، فهمتيني، حساب طول الفيس هكا. ندير السكوتش هنا باش ما تدخلش بزاف في العود و تبغي تحفر. نجيبو هنا هاد الشنيور الاخر صافي، هانو كو ما مهرش العود ما والو. هادو علاه هما علاش غيوقفوا العود. ذاتس ات. اوكي سيدي حنا رجعنا معكم. هاد السداري فيه 2.30 متر، دونك هاد العواد اللي هما علاش غيوقفوا يكونوا محطوط في البونش خاصو يكون فيهم 2.30 متر، الا الوجه تيكون فيه 2.40 متر على حسب 10 ديال السنتيم ديال التكايه. دونك الوجه تيكون فيه 2.40 متر وهادو تيكون فيه 2.30 متر. الا كان السداري غادي يكون فيه 2 متر، يعني البونجا تكون فيه 2.30 متر والسداري فيه 2.30 متر. هادو اربعه اللي تنستعملو. العرض تيكون فيه 75، كاين اللي تيدير 72، كاين اللي تيدير 70، أنا تندير 75، تنحتاج ربعة من هادو. لا بغيتي دير خمسة دير خمسة، ماشي مشكل، كل واحد والاختيار ديالو. هذا سيدي غيتدير 600 دولار، المهم البرايس ماشي مشكل. صافي هادو كان موجدو. غنحتاجو فيها غير جوج لان الجهه الاخرى غتكون فيها التكايه، يعني التكايه غادي تبقى على شوف. انا رجعت السيدي دابا غنشرح لكم شحال
تقطعوا في هذا، هذا تقطعوا 18 سنتيم على حسب. الا كنتي الوجه بغيتي ديرو صغير غادي انت شوف شحال بغيتي تهز، يكون عالي 6 داري. انا 6 داري الوجه اللي غنصيب يكون فيه يعني الوجه ديالو كامل 21 سنتيم، هذا فيه 18. علاش 18 زائد 2 سنتيم هي 20، وزائد تنهزو شوية بحال نهزو الوجه الوجه دائما تيكون طالع على هادو، هاد العواد هادو اللي غيتحط فوق البونج باش البونج ما يخرجش. اوكي، وهنا هنا فين غادي يجي سميتو بحال هكا، هذا شي تنوريو الناس اللي باغيين يصيبوا شي فدار تيني بحال هكا. الرجلين غيكون فيهم 18، دايما اضرب حسابك هادي فيها 2 سنتيم، وهداك السنتيم اللي غتخلي يعني 30. الا غدير الوجه فيه 20 غتحيد 3، غتبقى دير الرجلين فيهم 17. الا الوجه فيه 21 غتحيد 3، الوجه فيه 18. دير شي الوجه فيه 40 غتحيد 3 بقى 37، دايما بحال هكا. اوكي، دابا حنا العواد قطعناهم تحطهم فوق الرجلين بحال هكا ياك. غنحتاجو 5 ديال من هادوك العويدات، هادو هما اللي هما تتحط فوقهم البونج، وتقدر تستعمل البلاي وود تقطعو، لكن يتيك لوت اوف ورك، هذا ساهلين وصحاح. يلا ختن نسقو ونوريكم كيفاش. نبداو من الراس، تخلي ما بين وحده وحده، تخلي واحد 5 سنتيم 4.5 حتى تكمل. اوكي، ايوا وجد ترويجوس فيسات، هذيك الثالثه تنديروها في الوسط. اوكي، دابا نقطعوا الوجه باش نلصقوا. اوكي، دابا هذا هو الوجه، هو سيدي تيجي فيه 8 فيت، 8 فيت اللي هي 2 متر و 44. حنا كي كنا قبيله 6 داري فيه 2 متر و 30، وهو الوجه خص يكون فيه 2 متر و 40 ياك. دابا هنا خاصنا نقطعوه 45 باش يجي يتلاقى معنا مع الطرف الاخر اللي غادي يكون على الواجهه ديال التكايه. دونك هنا نقطع على 45. اوكي، يا سيدي سامع انتما كي شفتوا هنا عبرنا هنايا سنتيم،
هذا ولا نخلي شويه نخليو هاد السنتيم شويه طالع على البونج. هنا عاوتاني نفس القضيه تنصيبوها كامله فهمتيني باش مثلا نحطو فوق الواد غادي تيجي ديك البروه لاصق. السلام عليكم، احنا رجعنا. احنا لصقنا دابا بجه على الستاري، دابا غنلصقو الزواقات. انتما هنا هذه قطعناها على شكل 45 باش غادي تجي مع 45 اخرى ديال التكايا، غادي تجي بحال هكا. حتى هذه قطعوها 45 وهادشي هاه. اوكي هكا غنديرو هاد هنا في الوسط، هذا حتى هي في جهة اخرى، وهادي غادي تجي من هنايا. شتيها دابا هاد الجهة هادي كل العواد هادو غادي يقطعو 45. اوكي رجعنا، هانتوما اوريكم كيفاش تلصقوا هادو. هادو راه صغار، تدير فيهم شويه الكولا، هاد النوع الكولا اللي كثر شي كولا ملي تحطوهم فوق الوجه الكولا غتخرج وغايجي نخليكم الوجه الكولا. راك عارف انت الا سقات ما تعاودش وتحيد الا ما حكيتيهاش. تنديروا واحد الوجه ديال الزواقه هنا، وتنديروا واحد في الوسط وواحد في الجنب الاخر باش تشد لينا العبار. اوكي دابا ما تنساوش هذا 45 والاخر في الجهه اخرى 45. الى ما عندكمش هذا تستعملوا هاد المسامرات صغيورين، لان الكولا راه ما غاتشد لكمش. اللي قال لكم الكولا راه تشد راه تكذب عليكم. الى ما عندكش هذا استعمل مسمار صغير. صافي تجي تضرب فين كنتك كل وان فوت تضرب وحده. اوكي وتنبقاو نكحزو هاد الزواقه هادي فهمتي باش ميك شور هادي ميك شور هادي سيدي تشد العبار مزيان ما تدخلش لينا وما تخرجش فهمتيني. انت شي تتحرك دونك غندير لها بحال هكا وميك شور نجي نحط الزواقه نعرفو بانها راه الزواقه مين من بعد نساليو غادي يدخل لينا ايزي. واخا سيدي نزيدو واحد اخر هنا نديكم معايا تشوفو كلشي. نحاولو نلصقوهم بمسمار صغار باش يشدكم ميتحركوش، بقاو مزيانين بعد ما نبغيو نستعملوهم نخليهم هنا.
اوكي دابا هنا جينا لهاد القنت هذا، هاد القنت هذا سيدي، هاد الطرف هذا قطعو 45 من هنا و 45 هذا باش ديري لي مسامبر غير شادين بيه لاباغ. دابا تان لصق الطرف الاخر هنا، هذا غالبا قطع لي 45 من هنايا، مازال غيجي واحد بحال هذا هنايا، تا هو غنقطعو 45 45. شتي دابا هذا قطعت 45 من هنا و 45 من هنا، ولكن في الجهه الاخرى الجهه هذه 45 ماشي من هنا، من افقيه. صافي يا هذا نصيب هذه نصيب هذه وغتعرفوا على الشغل. شتي هاكا الزوجه ديالنا، وهاد غنديرو وود فيلر هاد الحفيرات ونحكو ان شاء الله باش نبغي نفيرنيو غادي يجينا فيري ايزي، يبان مزوين و شايني. اوكي احنا سيدي حكيناه، ها هو رجع درنا ليه وود فيلر. صافي دابا هذا واجد باش يتفيرنا، اوكي دابا درنا عليه حكينا بالله كاعد حرش 120 واحد اخر 220 and 320. دابا very smooth ready to use.